السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا تلاميذي الأبطال، أهلا وسهلا أولياء الأمور الكرام. نبدأ درسنا لهذا اليوم، درس الرياضيات. إن شاء الله في هذا الدرس، هو درس جديد، سنأخذ الوقت بالساعات الكاملة. قبل أن نبدأ أبطالي الدخول في هذا الدرس الجديد، سوف نقوم بمراجعة سريعة للدرس السابق اللي كان أيام الأسبوع. يلا جعفر، كيف حالك يا جعفر؟ الحمد لله. جعفر، كم يوم في الأسبوع؟ كم يوم في الأسبوع؟ ستة لو سبعة، شو تقول؟ سبعة. سبعة، عافية. يلا محمد، كيف حالك يا محمد؟ نعم تانسي، كيف حالك؟ الحمد لله وبخير. يلا محمد، قل لي كم يوم في الأسبوع؟ سبعة. أحسنت يا بطل، صح. يلا يارا، كيف حالك يا يارا؟ الحمد لله. يلا يارا الحلوة، كم يوم في الأسبوع؟ سبعة. أحسنتم أبطالي، إذن يوجد 7 أيام في الأسبوع. ممتاز أبطالي. الآن أسأل علي رعد، كيف حالك يا علي؟ بخير الحمد لله. علي، أخبرني عطلة نهاية الأسبوع يا يوم ويا يوم؟ الأحد. العطلة، عطلة نهاية الأسبوع، ها علي؟ أربعاء. خلينا نشوف ضرغام شو يقول، كيف حالك يا ضرغام؟ نعم سامسي، كيف حالك؟ الحمد لله. يلا ضرغام، عطلة نهاية الأسبوع هما يا يوم ويا يوم؟ جمعة وسبت. ممتاز يا بطل، أحسنت. يلا علي، اتذكرتهم؟ ها علي، منو جمعة منو؟ وسبت. عافية عليك، الجمعة والسبت، صح. خلي أسأل رقية، ها رقية، يلا أحمد ظافر، كيف حالك يا أحمد؟ يلا جاوب أحمد وبعدين نرجع على رقية. يلا أحمد، عطلة نهاية الأسبوع، يلا أحمد ظافر. نعم جانسي. يلا أحمد، عطلة نهاية الأسبوع هما منو منو؟ لا الجمعة السبت. عافية عليك، أحسنت، الجمعة والسبت، أحسنت. يلا رقية، رقية الحلوة، أي يوم من أيام الأسبوع يبدي الدوام؟ يا يوم يبدي الدوام؟ أي يوم إحنا نبدي الدوام؟ شو تقولين يا يوم؟ الأحد. عافية عليك، يوم الأحد. أي إبراهيم، أي يوم من أيام الأسبوع نبدأ الدوام؟ أيام من الأسبوع. إبراهيم، أي يوم من أيام الأسبوع نبدأ الدوام؟ يوم الأحد. عافية عليك، يوم الأحد، أحسنتم أبطالي، ممتاز. أسأل دانيا، دانيا الحلوة، ما هو آخر أيام الأسبوع اللي نداومه قبل العطلة يا يوم؟ خميس. يوم الخميس، ممتاز، أحسنت، يوم الخميس.
يلا عمار، عمار ما هو آخر أيام الأسبوع اللي نداومه؟ يا يوم آخر يوم نداومه بالأسبوع؟ ها عمار، ما هو سبت آخر يوم نداومه يا يوم؟ عمار شنو حبيبي؟ شو تقول يوم الأربعاء لو الخميس آخر يوم نداوم إحنا؟ خميس. عفي عليك، الخميس صح، أحسنت. الآن أسأل فاطمة، فاطمة ما هو اليوم التالي ليوم الثلاثاء؟ يلا يا حلوة، ورا يوم الثلاثاء، ممتاز أحسنتي صح، يوم الأربعاء، أحسنتوا يا أبطال، ممتاز أحسنتوا، مبارك الله فيكم. الآن أبطالي درسنا اليوم الساعات، يلا انتبهوا يا أبطالي الساعات، خلي أشوف من البطل اللي راح يحفظ الساعات ويقوم هو يقول الوقت الماما وبابا، يقول لهم اليوم الآن الساعة كذا، انتبهوا يا أبطال. أول شيء خلي نتعرف على الساعة، منين تتكون الساعة؟ هذه هي الساعة اللي أمامكم، اختاريت يكون شكلها دائري، انتبهوا وياي. إذن هذه هي الساعة اللي أمامكم، إيش بيها هذه الساعة؟ بيها أرقام، منين تبدي هذه الأرقام؟ من الواحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، أحد عشر، اثنا عشر. إذن الساعة هي اثنا عشر، اثنا عشر رقم من الواحد وحتى الاثنا عشر. ليش الحد الاثنا عشر؟ لأنه النهار عندي اثنا عشر ساعة والليل اثنا عشر ساعة، وبالأخير من نحسبهم الليل والنهار يكون عندي اليوم اللي هو 24 ساعة. بعد منين تتكون الساعة؟ تتكون الساعة من هذا العقرب الطويل اللي هو عقرب الدقائق. العقرب الطويل هذا اللي باللون الأصفر أبطالي نسميه عقرب الدقائق، والعقرب الصغير اللي هو عقرب الساعات. الطويل هو عقرب الدقائق والقصير هو عقرب الساعات. الآن راح أسأل أبطالي عن العقارب، أعيد، العقرب الطويل هو عقرب الدقائق والعقرب الصغير هو عقرب الساعات. يلا أحمد ظافر، يلا حبيبي قل لي العقارب شنو، شنو عندي عقارب بالساعة؟ عقرب الدقائق. إيه شنو هو؟ عقرب منو؟ عقرب الساعات. ممتاز. الآن قل لي أحمد شلون أميز بين عقرب الدقائق وعقرب الساعات؟ بالطول صح؟ بالطول. إيه هذا الكبير. هذا الكبير وهذا الصغير. من هو الكبير أو الطويل؟ هذا الأصغر. إيه شنو ما شنو ما الدقائق؟ من عفي عليك وعقرب الساعات. دقائق. لا ما الساعات. يكون القصير، ممتاز أحسنت صح. يلا رقية، إيش بيهم عقارب الساعة؟ يلا احكي لي عن العقارب. يلا حبيبتي عندي كم عقرب بالساعة؟ عقرب الطويل شو نسميه؟ عفي عليك، والعقرب المنو؟ الصغير. شو سمي العقرب الصغير أو القصير؟ الساعة. عقرب، عفي عليك، عقرب الساعات صح، ممتاز. يلا ضرغام أخبرني عن العقارب. نعم شانسي. يلا. العقرب، عقرب اللون أصفر. احكي لي الطويل أو القصير، أنا هسه جايبته هنا لونه أصفر، ممكن الساعة اللي بعدها يختلف لونه. عندي عقرب طويل وعقرب قصير صح؟ عقرب الطويل مال دقائق. عفي عليك. العقرب القصير مال ساعة. ممتاز أحسنت صح، في عليك. يلا لارين، يلا شبيهم عقارب الساعة؟ نعم سمسي. يلا
احكي لي عن عقارب اللي موجودة بالساعة. كم عقرب عندي؟ 2. اي منو منو؟ اسمه عقرب الطويل. شو اسمه؟ العقرب الصغير. العقرب الطويل شو اسمه؟ عقرب الساعات. عقرب الساعات. نور دقائق شو تقولين؟ ها؟ الطويل شنو؟ الطويل عقرب الساعات. لا الطويل عقرب الدقائق. الطويل عقرب الدقائق. ممتاز. والقصير؟ عقرب الساعات. عفية عليك صح. يلا يوسف تكلم لي عن العقارب. نعم شانشي. يلا حبيبي احكي لي عن العقارب. العقرب الطويل يسموه عقرب الدقائق. ممتاز. والصغير يسموه عقرب الساعات. احسنت يا بطل. ممتاز صح مام. يلا ابراهيم تكلم لي عن العقارب. نعم سانسي. يلا حبيبي تكلم لي عن العقارب. كم عقرب عندي؟ 2. اي يلا منو منو؟ عقرب الصغير. عقرب الطويل شنو اسمه؟ دقائق. عفية. والعقرب الصغير؟ ساعات. عفية عليك. يلا جعفر يلا ماما تكلم عن العقارب. اي العقرب الطويل عندي وعندي عقرب قصير صح؟ اه. يلا عقرب الطويل شنو اسمه؟ العقرب عقرب الدقائق. والقصير؟ عقرب الساعات. ممتاز. يلا دانيا يلا ماما. يلا حبيب تكلمي لي عن العقارب. الشبيه هو اي الدقائق. عفية. والقصير او الصغير؟ الصغير. اي شو اسميه؟ ممتاز. عقرب الساعات. احسنتي صح. يلا علي تكلم عن العقارب ماما. نعم سانسي. يلا حبيبي احكي لي عن العقارب. يلا عندي عقرب طويل وعندي عقرب صغير. يلا العقرب الطويل شنو اسمه؟ عقرب صغير. الطويل شنو نسميه؟ دقائق. عفية. والقصير او الصغير؟ ساعات. ممتاز. أحسنت علي. يلا عمار يلا كم عقرب عندنا عمار بالساعة؟ 1. كم عقرب عندي؟ عندي 2. عفية. يلا شنو اسمهم عمار؟ شنو اسمهم؟ 1 2. عفية. عندي 2. عندي عقربين، العقرب الطويل والعقرب ها شنو اسم العقرب الطويل؟ دقائق لو الساعات. شنو اسمه عمار؟ واحد. اسمه ولك اسمه عقرب الدقائق. شو اسمه عمار؟ عقرب الدقائق. عفية. والصغير هذا الصغير شنو اسمه؟
عقرب الساعات. شو اسمه؟ عقرب الساعات. عافية عليك عمار، صح. يلا غياث، كم عقرب عندي بالساعة غياث؟ عقرب الدقائق، عقرب عقرب الساعات. ممتاز. عقرب الدقائق يا هو، منو من عندهم؟ الطويل. هذا من هو الطويل؟ عقرب شنو؟ عقرب الطويل. اي الطويل. شنو اسمه عقرب شنو؟ الدقائق لو الساعات؟ الدقائق. دقائق، احسنت. والصغير الساعة. عفية عليك يا بطل، صح، احسنت، صح ماما. يلا فاطمة، يلا شبيهم العقارب؟ شبيهم العقارب ماما؟ العقرب الطويل أقرب من دقائق. عفية عليك. عفية. والصغير أقرب الساعات. ممتاز، صح ماما، أحسنتي. إيارة، كم عقرب عندي بالساعة؟ عقرب أي 12. لا، عندي عقرب صغير وعندي عقرب كبير، صح؟ هياتهم أمامك. هذا العقرب شنو أسميه؟ العقرب الطويل أو الكبير؟ عقرب الطويل. شو اسمه؟ عقرب شنو؟ الطويل. دقائق لو الساعات؟ الساعات. لا، الطويل أو الكبير هو عقرب الدقائق. شنو اسمه؟ الصقر الطويل. عقرب الدقائق. عقرب الدقائق. والصغير شنو اسمه؟ عقرب شنو؟ عقرب الصغير. الساعات. عقرب الساعات. عقرب الساعات. عافية. اي محمد، كم عقرب عندي؟ يلا كم عقرب عندي محمد؟ اثنان. عافية. شنو الأقرب؟ الدقائق والأقرب. عفية. الساعات. ممتاز. عقرب الدقائق شلون يكون شكله؟ أصفر لونه. ما أريد لونه، أريد تقول بالطول. عافية. والساعات شبيه؟ عقرب الساعات قصير. عافية عليك، صح. يلا أريان، كم عقرب عندي بالساعة؟ كم عقرب عندي بالساعة أريان؟ قصير. اثنين، صح؟ عندي عقرب طويل وعندي عقرب قصير أو العقرب الكبير. شو أسمي العقرب الكبير؟ عقرب الدقائق. شو أسمي؟ عقرب الدقائق. عافية. والعقرب الصغير شو اسمه؟ عقرب الساعات. عافية عليك يا بطل، ممتاز. الآن انتبهوا أبطالي، انتبهوا ياي. الآن رح نتعلم نقرأ الوقت، رح نتعلم نقرأ الوقت. قلنا العقرب الطويل هو عقرب الدقائق، والعقرب الصغير هو عقرب الساعات. شلون نقرأ الوقت كامل؟ انتبهوا ياي يا ماما. إذا عقرب الدقائق اللي هو الطويل وقف على ساعة 12، ساعة 12، انتبهوا يا ماما. يلا لين راح أسألكم بيش الساعة، راح أطلع لكم صور لساعات وأسألكم. إذا عقرب الدقائق ثبت على رقم 12، عقرب الدقائق ثبت على رقم 12، والعقرب الصغير أو عقرب الساعات تغير مكانه، راح تكون ساعة كاملة. يعني الآن الوقت أمامي، الوقت أمامي الساعة الثالثة. شلون عرفت هالساعة الثالثة؟ لأن عقرب الساعات واقف يم الرقم 3، وعقرب الدقائق واقف يم الرقم 12. إذن الساعة الآن الثالثة، ساعة الثالثة. اللي بعدها الآن رح أسألكم،
قلنا لازم يوقف عقرب الدقائق عند الساعة 12، عند الرقم 12. عقرب الدقائق يثبت عند العدد 12. وين أباوع؟ أباوع على عقرب الساعات وأقرأ الوقت. خلي نشوف ضرغام يقول لنا الساعة بيش. أي ضرغام؟ الآن هذه الساعة اللي أمامك. يلا الساعة بيش يا ضرغام؟ على هذا كبير لو صغير. زين احنا شنو قلنا؟ شلون نقرا الساعه؟ شلون نقرا الساعه؟ لازم عقرب الدقائق يكون ثابت على ال12. هذا بعد ما اباوع عليه، اجي اباوع على عقرب ال عقرب الساعات. عقرب الساعه. يلا عقرب الساعه وين واقف؟ على 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 الساعات على الثانية. على الثانية. والدقائق على 12. إذا ساعة بيش ضرغام؟ 12 ساعة. هذا 12 على الساعة الثانية. شلون عرفنا باوع ضرغام؟ شلون عرفنا؟ لأنه عقرب عقرب الدقائق واقف عند الساعة الاثنى عشر. هذا بعد ما أقرأ أني، ما أقرأ، أقرأ بس منو؟ أقرأ عقرب الساعات. أني من أجي أقرأ الساعة، أقرأ رأساً أشوف عقرب الساعات. أول ما أبوع أباوع على عقرب الساعات. وين صار عقرب الساعة؟ عقرب على الساعات اللي هو الصغير. وين واقف؟ على الاثنى، على الثانية. يعني بيش الساعة الآن؟ الساعة الثانية. الثانية، أحسنت، صح. نعم وصح. هذا السهم الكبير أهم، بس المهم السهم القصير. عفية عليك. المهم عقرب الساعات، عقرب الدقائق من يوقف على رقم 12 أنا بعد ما علي بي. المهم أباوع على عقرب الساعات. صح صح ضرغام، أحسنت ماما. يلا جعفر اقرأ لي الساعة اللي بعدها. يلا أول شيء قل لي وين واقف عقرب الساعات وين واقف عقرب الدقائق. عقرب الساعات واقف على رقم 8. ممتاز. عقرب الدقائق واقف على 12. ممتاز. إذا عقرب الدقائق يوقف عند الرقم 12 أقرأ له ما أقرأ؟ ما أقرأ. عفية، أروح على عقرب الساعات رأساً، أباوع على عقرب الساعات. بيش الساعة يا جعفر؟ بثمانية. ممتاز، الساعة الثامنة. صح، أحسنت، ممتاز. إذن ضرغام قرأنا الوقت قال الساعة الثانية، جعفر قرأنا الوقت قال الساعة الثامنة. خلينا نشوف محمد. يلا محمد الوقت الآن إلك. يلا قول لنا الساعة بيش يمك محمد؟ الصغير واقف على 5 والطويل واقف على 12. لا تقول لي طويل ولا تقول لي صغير، قل لي عقرب دقائق وقل لي عقرب ساعات. انتوا صرتوا كبار وقمتوا تعرفون منو عقرب الدقائق ومنو عقرب الساعات. احنا اول شيء نباوع على يا عقرب لازم على عقرب الساعات. ممتاز. يلا عقرب الساعات وين واقف؟ واقف على 5. يعني بيش الساعه؟ ساعه بالخمسه. ممتاز، أحسنت، صح. يلا غياث قول لي ساعة بيش؟ ساعة 12. شلون عرفت؟ اثنين واقفات عليها. عفية عليك. إذا عقرب الدقائق وعقرب الساعات اثنيناتهم وقفوا يم الرقم 12 إذن الساعة الثانية 10. أحسنت، صح ماما. الآن يلا يوسف، يوسف كم الساعة؟ ها ماما؟ يلا حبيبي كم الساعة؟ بس طلعت. يلا حبيبي بس شان شيطة على الصورة. اي يلا اقرا لي الساعه. يلا باوع لي عقرب الساعات وين واقف؟ شنو حبيبي؟ لحظه
يلا. لا الساعة بثمانية بالسبعة. عفية عليك. يلا شلون عرفت؟ أحسنت يوسف. يلا اشرح لي شلون عرفت. لأن الكبير أقرب. لا تقول لي الكبير. عفية عليك. صح على اثنا على 12. ممتاز. وأقرب الساعات. أقرب الساعات وين واقف؟ وأقرب الساعات على 7. ممتاز يا بطل. إذن الساعة 7. عفية عليك. ممتاز ماما أحسنت. يلا رقية قري لي الساعة. الساعة 10. يلا يلا رقية. يلا يلا حبيبتي قري لي الساعة. الساعة 10. شلون عرفتي رقية؟ يلا علميني. الصغير على 10. لا تقولي لي الصغير، قولي لي عقرب دقائق وقولي لي عقرب ساعات. عقرب الساعات وين واقف؟ أول شيء ثبتي حتى تجاوبيني صحيح. ثبتي نفسك. عافية عليك. يلا عندنا عقرب يعني عقرب دقائق وعندي عقرب ساعات صح؟ زين أنا علي من أباوع من أجي أقرأ الساعة؟ أباوع أول شيء على عقرب الساعات لو على عقرب الدقائق؟ عقرب الساعات. عافية عليك. وين واقف عقرب الساعات؟ على 10. عافية يعني ساعة بيش؟ ساعة بالعشرة. عفية عليك يعني معناته انتبهوا ماما. أحسنتي رقية. من أقول ساعة كاملة يعني شنو أقول؟ يعني أقول ساعة 10 ضبط أو أقول ساعة 7 ضبط، يعني ماكو وياها لا ساعة 10. ليش؟ لأنه عقرب الدقائق واقف على الرقم 12. ممتاز. يلا لارين. نعم سانسي. يلا حبيبتي اقري لي الوقت. ساعة 6. شلون عرفتي يا حلوة؟ يلا شرحي لي. علي من باوعتي أول شيء؟ على يا عقرب. يلا حكينا على العقارب. إيه عقرب إيه؟ عقرب الدقائق وين؟ عقرب الساعات. الدقائق على 12. ممتاز. عقرب الساعات. الأقرب الساعات أي؟ على 6. إذن الوقت الساعة 6. عفية عليك. صح ممتاز ماما. يلا أريان. يلا ماما افتح الصوت. يلا أحمد ظافر. يلا حبيبي اقرأ لي الوقت. بالثمانية. شلون عرفتي؟ لأن عقرب الساعات. عفية. على 8. ممتاز. والكبير متوجه على 12. ما نقرأ. عفية عليك. عقرب الدقائق عند الرقم 12. يعني بيش الساعة هسه أحمد؟ بالثمانية. عفية عليك. ساعة 8. ممتاز. إذن أبطالي نفتح الكتاب. هذه هي الساعة اللي أمامكم، قلنا تبدي بالعدد 1 وتنتهي بالعدد 12. ليش الحد 12؟ لأنه اليوم النهار والليل، اليوم متكون من الليل والنهار. النهار متكون من 12 ساعة والليل متكون من 12 ساعة. عندي بالساعة عقربين، عقرب الساعات اللي يكون هو القصير، وعقرب الدقائق اللي يكون هو الأطول. بهذه الساعة عندي عقرب الساعات. أنا أول ما أباوع على الوقت أريد أعرف الوقت رأساً، أباوع على عقرب الساعات وبعدين أباوع على عقرب الدقائق. إذا عقرب الساعات مثلاً بهذا المثال واقف عند الساعة عند الرقم 3، وعقرب الدقائق ديباوع أو واقف يم العدد 12. إذن أقرأ الساعة عش أقول الساعة الثالثة. نقراها الساعة الثالثة. نبدي نحل
يلا أبطالي نفتح كتابنا نبدي نحل فقرة أتأكد. أحسنتم أبطال الشطار، ممتاز ماما. أول سؤال من فقرة أتأكد، شوفوا هنا أنا مثلكم حباب. يستيقظ أحمد من نومه الساعة 7 صباحا، وننتبه باعوا حبايبي، أقرب الساعات واقف على رقم 7 وأقرب الدقائق واقف على رقم 12. السؤال اللي بعده، يلا غياث، السؤال الثاني، يرن جرس المدرسة الساعة، يلا اقرأ لنا الساعة. الساعة 8. ممتاز أحسنت، إذا نكتب 8 أحسنت غياث، ممتاز. سؤال رقم 3، يلا عمار، عمار بهاي الصورة هذا التلميذ يتناول غداءه. يلا حبيبي ما صلصي. يلا سؤال رقم 3، يتناول هذا التلميذ يتناول غداءه الساعة، يلا اقرأ لنا الساعة يا عمار. واحد. عفية، ليش؟ لأنه عقرب الساعات واقف على رقم 1، إذن ساعة بيش يا عمار؟ ساعة شقد؟ ساعة الواحدة صح؟ ساعة الواحدة. يلا كتبوا ماما الساعة الواحدة ظهرا. يلا دانيا السؤال الرابع، يكمل واجباته الساعة، يلا قري لي الساعة، بيش الساعة يخلص واجبه؟ ها دانيا، يلا هنا هاي الصورة، يلا قري لي الوقت. ها ماما أقربها؟ سبعة. عفية عليك، ليش؟ لأنه عقرب الساعات واقف عند الرقم 7 وعقرب الدقائق على 12. أحسنت، إذن يكمل واجباته الساعة 7. أحسنت صح. يلا رقية اقري لي الساعة ونكتب الوقت. يلا حبيبتي اقري لي الساعة يا رقية. يلا هنا، يلا سؤال رقم 5، وين سؤال رقم 5 رقية؟ حطي ايدك عليه. عفية عليك، يلا ماما، يلا اول وحدة قري لي الوقت. ساعة 7. شلون عرفتي رقية؟ لان صغير على 4. صغير شنو اسمه؟ عقرب. عقرب شنو؟ الدقائق لو الساعات؟ الساعات. عفية عليك، يعني أنا أول ما أباوع على عقرب الساعات لو على عقرب الدقائق رقية؟ الساعة. عفية عليك، أنا أول ما أباوع أباوع على عقرب الساعات، يعني هسه هاي الساعة بيش رقية؟ بالأربعة. ممتاز، وهذه الساعة بيش؟ الساعة السادسة. ممتاز يا حلوة، أحسنتي. يلا مريم، ماما داخلة متأخر مريم، ليش؟ يلا يلا قري لي الوقت مريم. هنا هذه ماما، هذه كم الساعة هنا؟ 12. عفية عليك، 12. يلا يارا. يلا حبيبي افتح الكاميرا. يلا ماما اقري الوقت. 12. هنا الصغير
أي أقرب الساعات وين واقف؟ واقف على الساعة 10. أقرب الصغير، أقرب الساعات. صغير على 1. إذن بيش الساعة؟ إيش الساعة؟ بسنا 10. ليش ماما؟ أقرب الساعات واقف على 1، العقرب الدقائق على واقف على 12. أنا ما علي بعقرب الدقائق، مدام واقف على 12 ما أقرأ، أقرأ بس عقرب الساعات. من أشوف عقرب، باعوا ماما انتبهوا علي، من أشوف عقرب الدقائق واقف عند 12 ما أقرأ، ما علي بأعوفه، أقرأ فقط عقرب الساعات اللي هو العقرب الصغير. يعني هسه ساعة بيش هنا أنا يارا؟ الوحدة. عفية الساعة الواحدة، أحسنتي. يلا إبراهيم اقرأ لي الوقت هنا ماما. يلا يا وقت هنا هذا. يلا حبيبي اقرأ. الساعة 7. ممتاز يا بطل، أحسنت صح. يلا فاطمة كم الساعة هنا؟ يلا حبيبتي كم الساعة؟ يلا ساعة 10. عفية عليك، قلنا إذا عقرب الدقائق واقف عند الرقم 12 ما علي بي أروح رأساً أقرأ عقرب الساعات. ساعة بيش يا فاطمة؟ ساعة 10. عفية عليك صح، أحسنتي. السؤال السادس، يلا مريم. مريم انظري إلى هذه الساعة. يلا مريم، عندي عقرب ساعات وعقرب الدقائق. عقرب الساعات يلا أوصفي لي عقرب الساعات شلون يكون؟ يكون صغير. عفية عليك، العقرب الصغير هو عقرب الساعات. يلا يشير عقرب الساعات إلى وين واقف عقرب الساعات بهذه الساعة يا مريم؟ على 17. ممتاز، على 7. 7، أحسنتي. أي عمار، عقرب الدقائق وين واقف بهاي الساعة؟ عمار نعم سلسي. يلا حبيبي، عقرب الدقائق وين واقف بهاي الساعة؟ يلا وين عقرب الدقائق، الطويل لو القصير؟ طويل. عفية عليك، لا الطويل صحيح. يلا وين واقف عقرب الدقائق؟ يلا هاي الساعة باوع عليها أو باوع عليها بالكتاب. ها عمار وين واقف عقرب الدقائق؟ يلا حبيبي احكي، وين واقف عقرب الدقائق؟ وين على 7 لو على 12 وين واقف؟ 7 لو على 12 طويل. وين واقف؟ مين وين واقف على الاثنى عشر صح؟ الاثنى عشر. عفية، واقف على الاثنى عشر صح. جعفر إذن الساعة هي بيش الساعة يا جعفر؟ بالسبعة. ممتاز، أحسن، ساعة 7 صح. أحسنتم أبطالي. إذن أبطالي الحلوين، واجبنا تحلون درس الوقت بالساعات الكاملة صفحة 45 في كتاب النشاط، وترسلوا لي الواجب على الخاص قبل الساعة 10
حتى يكون اسمكم موجود وين؟ بشجرة أبطال الرياضيات. متفقون؟ أحسنتم يا أبطال. إلى هنا ينتهي درسنا. حتى ألقاكم أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. إلى اللقاء.